حفلة. طيب بالنسبة بقى لماتش الافتتاح، كيف رأيت هذا اللقاء؟ ده ممكن ننتقد فيه بقى، لأن ما توقعتش خالص إن قطر في حفل الافتتاح بعد طبعا التنظيم ده كله والاستعداد ده كله والمنتخب اللي بيعد بقاله 10 أو 12 سنة، اعتقد كنت منتظر رده فعل من منتخب قطر اقوى من كده. حلو، تعالى بقى نقف شويه عند الحته دي، لان في ناس كتير قوي قالت لك يعني قطر قادره، وقد كان قدرت تعمل ده بالفعل، قادره على حسن الاعداد والتجهيز والتنظيم الى اخره، فكان من باب اولى ان احنا نشوف ده كله منعكس في اداء المنتخب القطري، خصوصا في يعني مباراه الافتتاح، وخصوصا في وجود هذا الكم من الالاف اللي موجودين بيشجعوا المنتخب القطري في المدرجات. دي حقيقه، يمكن حضور امبارح 67 الف متفرج و300 كمان، يعني اعتقد كان ده يعني عامل لاي لاعب في كره القدم انه طبعًا ينزل يعني يبذل طبعا يعمل كل حاجه، يعني احنا كمنتخب مصر لما بنشوف جمهور في الاستاد، او حتى كان نادي الاهلي نادي الزمالك اي نادي بتشوف الجمهور في الاستاد بتنزل تدي افضل ما عندك، فانا اعتقد ان امبارح عامل الجمهور ما ساعدش قطر، كان ضغط على قطر. يمكن امبارح تصريحات اللعيبه بعد الماتش، يمكن اكرم عفيف او المعز علي او حتى قائد منتخب قطر، يمكن كل الناس قالت ان احنا ارتبكنا، كان في شويه هزه شويه في البتاع، من برضو قطر بتشارك لاول مره في تاريخها في كاس العالم. دي اول مباراه لمنتخب قطر في كاس العالم، فاعتقد برضو دي اثرت شويه، ليها رهبتها برضو. طبعا اكيد ليها رهبتها قدام الجمهور ده كله، رؤساء الدول ورئيس الفيفا وكل ده، برضو ادى برضو بعض الرهبه شويه للعيبه اللي هي برضو ما عندهاش الخبره انها تلعب في كاس العالم. طب في رايك الى اي درجه ممكن يلحقوا بسرعه يستفيقوا من صدمه الخساره في اللقاء الاول، وان كانت مهمتهم مش سهله برضو؟ ما هو يعني للاسف ترتيب مباريات قطر للاسف زي ما حضرتك قلت، هم قالوا امبارح في تصريح انهم هيعوضوا في الماتشات الجايه، لكن انا شايف صعب جدا، لان اعتقد ان مباراه السنغال وهولندا هتبقى اصعب من مباراه الاكوادور. طبعا بالذات بعد ما الاكوادور كسبت الافتتاح، هولندا يعني مطالب منها الثلاث ماتشات، السنغال مطالب منها الثلاث ماتشات، فاعتقد ان الامور بقت صعبه جدا على قطر، ما اعتقدش ان هي تقدر تتاهل للاسف للدور الثاني. كنا نتمنى طبعا كل الفرق العربيه تتاهل للدور الثاني، وقطر كانت تعمل مباراه كبيره في الافتتاح، لكن للاسف حتى مش بس النتيجه، مش بس اثنين او ثلاثه، المشكله كمان كانت في الاداء. طبعا اداء اللعيبه، انا شفت الاول بصفه خاصه كان يعني ما كانش فيه حضور ملحوظ للأسف قوي، للاسف هجمات قطر حتى على مدار الشوطين ما كانتش مش ده منتخب قطر، او مش دي رده فعل بلد مستضيف. يا حضرتك لو عارف اكيد عارف ان معلومه ان دي اول مره في تاريخ كاس العالم البلد المستضيف تخسر في الافتتاح، اول مره في 22 نسخه طبعًا. فطبعا دي حاجه كانت مفاجاه كبيره جدا، وكانت صدمه طبعا للشعب القطري امبارح والجماهير بعد الماتش.